عايزه اقول لكم ان انا متحمسه جدا، وكانوا عايزين يوقفوني بعيد بس انا اصريت اجي جري طبعا طبعا وابقى معاكم. انتم منورين. وخلينا نقول بس للمشاهدين هتغيروا الساعه، احنا نروح الساعه 1 النهارده. طبعا ايوه هتبقى 12 بس احنا هنروح 1، فعشان كل الناس تبقى عارفه ان احنا بنغير الساعه النهارده. وكل سنه وانتم طيبين التوقيت الصيفي. واستاذ محمود احنا كده هنختم، انا من كورال دلوقتي، انا طبعًا مش مذيعه البرنامج خالص. يلا جاهزين؟ فانا براحتي بقى هنغني ايه؟ يا دنيا سمعانا. يلا بينا. يلا تغششوني. يلا معاك 1 2 3 4. الله 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 الله. بشكركم كلكم 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 الشباب، الاصوات الحلوه الصغيرين، كل الشباب اللي موجودين، العازفين المهره، استاذ محمود صابر، بشكركم كلكم حقيقي يعني. شكرا لك. كل سنه وانتم طيبين. احلى كورال واحلى جامعه، جامعه طبعا الشمس. طبعا 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 كل الجامعات حلوه. بس خلينا نقول لمشاهدينا احنا بنختم عيد سينا، عيد جميل عليكم، عيد جميل بالشباب، باجيال جديده جاية، أجيال جديدة بتحتفي وبتفرح وبتغني، كلها أمن وأمان. أنا مش عايزة أختم بس عايزة نقول جملة والتتر يطلع علينا. في حبيبتي يا مصر أي حاجة كده؟ في طبعًا حبيبتي يا مصر. يلا عجبني الغنى أصلي، انبسطت. حتة وبعدين التتر بقى مخرجنا يختم من عنده.